عليك يا عم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يلا ابدأ. بسم الله، الحمد لله القديم الباري في أول شيء قل قال المصنف رحمه الله تعالى. أحسن، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري في المثلات وعلى المختار أسماك سيرة الرسول ومنظومة الموجزة الفصول ولده في عاشر فضيل ربيع الأول عام الفيل، لكن من المشهور الثاني عشره في يوم الاثنين في بعض الجري وافق العشرين من نيسان وقبله حين أبي حانا وبعد عامين قضى فطيبة جاءت إلى مدعو حليمة حليمة الأمي وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين من شقاق بطني وقيل بعد 40 سنين وبعد 16 شهر جاء وفاة أمي على الأبواء وجدته للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، ثم أبو طالب عمك فخدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة مشتار فسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 مذكورة لأمها خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عهده عليها وبعده إفضاؤه إليها ولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب الرقية وفاطمة أم كلثوم والنعم خادمة والله الطيب عبد الله قيل كل اسم الفرد الزاهي والكل في حياته له الإمام وبعده فاطمة بن النعام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما انتصر وحكموا ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود سب بعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقول فانقل في رمضان أو ربيع الأول والسور تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علم شبرير وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة فربت الجن نجوم العائلة ثم دعا في 4 أعوام بالأمر إلى ركن إلى الإسلام ورابع النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفي عاد ثم عاد ولا منا 83 رجل معه جماعة حتى كم والنعش وثمان ثم قد أسلم الثالث في حمزة الأمصر بعد 9 سنين ثالثة مات أبو طالب دوك فالته بعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 أيام مضت وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلنا ثم على سنة أطلاق دو في رمضان ثم كان بعد وعقل ابن الصديق في شوال بعد 50 وعام جعل تصريبي بالصلوات وفرطة 50 بـ50 كما قد حفظت والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرى بعد 56 عادة سبعون في المنزل هذا ثبت من طيبة فبايع ثم جاء مكة ومسنى من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين لكمل المحكية لكمل في أولى صلاة الحضر من بعد ما جمع في سمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد بمينة الغراء ثم بنى حول المساكن ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف المدينة سافروا إلى بلاد الحج حينها جمع في أخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بنته لصحبه وشرع اللتان فاقتدي به غزوة الأبواء بعده في سفر هذا والسبيت والمشتار إلى مواطن ثم بدر وجب تحول القبلة في نصف رجل بعد بمشير يا إخواني فرد شهر الصبر في شعبان وصلت الكبرى التي بمدرك الصبر في 17 شهر وجبت في زكاة الفطر بعد بدر بالليالي العشر في زكاة البلوغ الفجر ومادة ابنة المدينة البرية رقية القدر ربيع سافري زوجة عثمان ورس الطهري فاطمة على علي قطري وأسلم العباس بعد الأسر وقد قاو غزوهم في الأسر بعض الضحايا وبعيد البحر غزوة السويخ ثم قرقر والغزو الثالث المشتهرة في خطفان وبني سليم وأم كلثوم وابنة الكريم زوج عثمان بها وخصة ثم تزوج النبي وحفصة وزينب ثم غزا إلى أحد في
شعر شوال وخبر رائع الأسد طيب وخبر حرم التخيل في اسم أرادة وفي مجلس الحسن وكان في الرابع على الرجل إلى بدن الثور في ربيع الأول وبعده ولد زيد بن مقدم وبعده نكاح بن سلمة ومستحشى ثم بدر الموعدي وبعد الأحزاب وفصل أعواد الدين ثم مريم قريظة وفي مخلوق في إداد الرقية والدماء كيف صلاة الخوف والقصر والمية وأيد والعجاب والطيور غير ورق والجوزيين ونفس الطريق الحسيني وكان في الخامسة الصناعة والسقية ألف في غزوة من مصدر غيود وتبجد لقبر وحصل عقد مدى الحارس بعد متصل عقد ريحان في الخامسة ثم بنو الحيانة بدء السادسة بعدم استسقاء وقود القرن خدوا عن عمراني لما قصدوا بيعطوا الربان أول وبنى فيها بريحة أداء دوينة فضى الحجم غلب الفصنع وكان فتو خيطر في السابعة وحضروا لحم الخضر الأهلية فيها قمتة النساء الرضية ثم على أول حد بدء العمل ما رأى عن مجال شريفة ثم في جادة بيادي ثم استوى سوية مصرية ثم أدروا بقي مهجرة فأقضوا ميمونة كان الآخرة الإسلام وأبي هريرة بعد عمرة القضى الشهيرة والمصنع في المحرم المحرم بسبب الملابس على المواد المريضة القبطية في رسامة السرية المؤدد تصرف بالصيام قد كان فتح البلد الحرامي بعده قد أورد ما كان فيه من العليم ثم يوم الطائف وبعد في ذا القعدة اعتماره من الجرار واستقراره وبدون زين ومات ثم مولج إبراهيم فيها حتى وهبت نوبتها لعائشة ثم دامت زمانا مع عائشة وعين من المنبأ وعمل من بيت غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسع وهدم مسجد الضرار الرافع وحج بالناس أبو بكر وسم تلا براءة علي وحتى أن لا يحج مشرك بعد ولا طوف عار تابع أمر فعلا وجاء الوجود فيها تترى هذا وبنساه آر شهرة ثم النجاشي يرعى وصلى علي من طيبة نال الفضل مات إبراهيم في العام الأخير والبجري أسلم باسمه جريا حج حجة الوداع قارب وقف الجمعة فيها وانزل في اليوم بشرى لكم وإلا ما أكملت لكم دينكم وزوري حامة بعد عودي وانتسوعتنا بالتكين بعدي يوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاثة والستين ودفن في بيت المتصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي مدة التمريض 5 شهر وقيل بل ثلث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشهر قبارية صلى علي الله ربي على أصحابي وآله من تلا عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخنا. والسلام يجعل قرة عين لك. آمين آمين. للفائدة شيخنا، هذه المنظومة حفظها وهو ذهب إلى المدرسة وراجع من المدرسة. ما شاء الله. كنت أكرر عليه ويحفظ. ما شاء الله. في الوقت سبحان الله. أسأل الله يبارك فيه. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. صلى الله عليكم. زيد. ها؟ إن شاء الله. تحفظ إن شاء الله. تحفظ منظومة أخرى. إن شاء الله. ويكمل أولا حفظ القرآن بإذن الله. ثيم ألفية للعراقي في السيرة. الله يوفقك. سأحفظها. إن شاء الله. والآن بلغ 8 سنوات ما شاء الله. ما شاء الله.